السلام عليكم. ارفعي صوتك يا أختي. حاضر. لو في أخت بتاخد يعني في واحدة بتوكلها إن هي توزع زكاة مالها، فهي مثلا بتشوف الأخوات اللي هي تعرفهم اللي هم متعففات ما بيساووش حد، وبتديهم بقى اللي هم بتديهم زكوات المال دي. ففي بعض الأخوات بتروح مثلا كل فترة كده بتدي للأخت دي اللي هي الوكيلة دي، بتديها مثلا هدايا، حمام، مش عارفة، بط، مش عارفة كده يعني. هل ده فيها شبهة أو فيها مشكلة إن هي تتهادى معاها؟ هم أصلا أصحاب يعني. لا، يعني امرأة بغض النظر عن ذلك، يعني الغي الوسائط، امرأة تعطي زكاة مالها لامرأة، هي أعطت زكاة مالها لشخص لامرأة، فالمرأة الأخرى أهدت لها هدية، أهدت لها هدية، يستحب لها أن ترد الهدية بمثلها، كان النبي يقبل الهدية ويسيب عليها حتى لا تقع في أمر قد تأثم عليه. يعني هل ده ينطبق على الحديث بتاع هل يعني جلس أحدكم في بيتي؟ لا، أصل أنت ما طلبتيش حاجة، لأنك هو هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يبدو لك؟ هذا كان في الذين يجمعون الزكوات من الناس، يعني يذهب إلى الرجل يقدر الأموال ويأخذ عليها الزكاة، فلما لأنه سيؤدى إليه كان يخفف عن الرجل في الزكاة. هذا الرجل مثلا ملزم بإخراج 10,000 زكاة، فهو لا، الذي أرسله الرسول لجمع الزكوات الآخر يعطيه هدية، يعطيه هدية فيخفف عنه، يقول له ما عنده فلوس إلا تكفي 5,000 زكاة. كالضرائب مثلا، بغض النظر عن المشروعية من عدمها، كالضرائب مثلا، موظف ضرائب رايح محل يجرد المحل حتى يأخذ الضرائب بغض النظر عن الحل والحرمة في الضرائب، فصاحب المحل يضع له في جيبه كده مثلا 500 جنيه، فبدل من أن يقدر الضرائب ب10,000 يقدرها ب2,000. نعم، يحابي يعني. أيوة، يحابي. من أجل ماذا؟ من أجل الفلوس اللي أخذها، فهو بيعتبر الفلوس اللي أخذها هدية، فبغض النظر عن الضرائب. على الوكيلة اللي هي بقى ملهاش دعوة لا، الوكيلة شيء آخر، الوكيلة تعطي، يعني الوكيلة هي متى الوكيلة بتذهب للفقيرة تقول لها هذا المال لك، بعد مدة الفقيرة تهدي لها هدية. احنا لا نستحب قبولها في هذه الحالة، بس احيانا يفرض عليها ذلك، فاذا استطاعت ان تهدي لها مثل ما اهدت لا يكون افضل. طيب الحمد لله ما فيهاش شبهة. والله انا يعني ما هذه المسألة مقلقة ويخشى منها كثيرا. جزاك الله كل خير. وياك.